عدة مرات راح على المدرسة ورجع بكيان، لأ الأطفال ما بيلعبوا معه. بديت الثورة كان عمره 9 أشهر، اكتشفت إنه ما بيسمع. أخذناه على الشام. حولناه مش مرة، كمان سوينا تخدير دماغ، قال هذا بده عملية جرح حلزون. من بعد ما تحرك عفرين جينا على مشفى عفرين. رحنا على مشفى عفرين كمان نفس الحكي. بقولنا دكتور هذا بده عملية جزء، ما بده تخطيط جزء دماغ أو بده عملية زرع حلزون بيده.